farsa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى صحبه أجمعين. احنا هنا في سوق الذهب في سوق سويقة، فيه الذهب الجديد والذهب المستعمل، وهنشوف كله بالأسعار إن شاء الله. ما شاء الله في هنا كمية محلات كتيرة جدا، وبتلاقي فيها كل التشكيلات اللي انت عايزاها. فيها كمان زي ما بقول الذهب المستعمل، بس بيبقى نفس الجديد، ما تفروش عن الجديد. 20. طيب قول لي كده، المستعمل بكام والجديد بكام؟ 196 المستعمل، والجديد 215. وين يا ابو محسن؟ الزبون حقك هنا. الجديد 215 والقديم 190 صح؟ مقاس 21؟ اه بس برضو مش داخلين في ايدي، يبقى انا مقاسي 22. دي الواحده كام جرام؟ شوفي كده الواحده كام جرام؟ الواحدة عاملة 10 جرام و7. اه القديم على المستعمل 196. 196 اه، والجديد على 215. ده موديل تاني برضه مقاس 21. اه والله. دي 21 وواخدين واحدة زي دي. اه قول لي دي عاملة كام جرام؟ هذه 37 و6. دي 37 و8 2 ملي حق القفل. 37 و6 ده من الذهب المستعمل. ليه؟ طبعا مش معنى ان هو مستعمل ان هو قديم، بيبقى في ناس شايلاه وبيرجعوا يبيعوه تاني علشان بيبقوا محتاجين فلوس. وده كده موديل تاني جميلة جدا، سواء دي او دي. ما شاء الله دي اساور من اللي هي يعني في الشرط هنا المقاس. دول موديلين مختلفتين، الاثنين ذهب برضه مستعمل، بس زي ما احنا شايفين الجديد ما تفرقوش على الجديد خالص. في زي كده ما شاء الله. طب شوف دلوقتي وزن كل واحده عامله قد ايه. هذا بحدود ال 5000. دي 27 و2 ودي 31 و8. 31 و8 جميله دي، بس ضيقه شويه عليا. الاثنين احلى من بعض الصراحه. اللي انا كنت فيه دلوقتي عشان لو في اي حاجه عجبت اي حد من اللي هيشوف الفيديو يجي هنا على طول، عنده تشكيله حلوه قوي. ده ما شاء الله عنده تشكيله حلوه جدا. خلينا نشوف كده مع بعض. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. كتير عندهم خاطر حلو جدا هنا. ما شاء الله جميل جدا في اللبس. فاهم عنه تفضل. اه ده حلو قوي. اه هذا يصير هذا اللي هو دبلة. اه ده حلو. لا لا هو لا مش ضعيف، لا هو مفرغ. تسمعي ولا لا؟ لا انا عم بوضح لك الفكرة، مش عشان ضعيف. صراحة تشكيلة خاتم حلوة قوي قوي قوي، كلهم أحلى من بعض. ده كمان
الموديل ده حلو قوي قوي، شكله لسه طالع جديد. الموديل ده اسمه ايه؟ الدهب ده دهب ايه، بحريني؟ دهب سعودي لكن دهب كويتي. اه سعودي. صراحة الموديل ده حلو قوي عجبني. ده كله جديد مش مستعمل، ده كله جديد. 2867 الوحدة. 2867 طيب عين الأنسيرات الثلاثة اللي جنب بعض دول أحلى ثلاثة يعني. وفي اللي هو الجنيه، لا في حاجات حلوة ده، هو عنده تشكيلة حلوة أوي بصراحة. مستمعين على مكان؟ معلش قلت لي المستعمل على كم؟ 200. على 200؟ دي تجيها كم جرام؟ 10 جرام. ايه مش هينفع؟ ليه كده؟ 2392 السعر 2392 2000 السعر 2392. طبعا لسه كمان هيجي لها سلسلة، بس حلوة قوي. في كمان الموديل ده، وفي الموديل ده، حاسه ان ده وده احلى. يعني مستبعد دي هذا الابيض الاثنين الذهب والابيض كل ده مستعمل، بس الكاميرا مش هتطيح حقه بصراحه. الاضاءه عشان انها قويه فتلاقي اللمعة، اللون نفسه والأصلي بتاعه مش واضح كويس. إن شاء الله تبارك الله نبقى الأوزان الكبيرة. هنا الأوزان الكبيرة زي ما احنا شايفين من أساور كلها أساور، مش معايا وكم كم شوف المكان زحمة بقى ما شاء الله تبارك الله. اطلع عليا في حاجة.